السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم رياضيات للصف السادس الإعدادي الأدبي. وصلنا صفحة 46، راح ناخذ المحاضرة الأخيرة من الأمثلة، وإن شاء الله راح ناخذ التمارين. يعني راح ناخذ صفحة 46 و47. هي عندنا مثال ال 15 وال 16 وال 17 وال 18، وهذين التمارين. يلا يوم يقول مثال ال 15: اف الاكس لتكن اكس تربيع زائد اي اكس اكبر من 1، وبي ناقص 2 اكس اكس اصغر او يساوي من 1. وكانت اف الاكس لمت اكس 1 موجوده، وان اف الاكس لمت اكس سالب 1 5. جد قيمتي اي وبي ينتمي الى ار. يريد قيمه اي وقيمه بي. يلا عيني نكتب السؤال. قايل لي اكس تربيع زائد اي، هاي من الكسر، خلنا نكتبه اكس تربيع زائد اي هو اكس اكبر من 1، وهنا بي ناقص 2 اكس او اكس اصغر او يساوي من 1. اف الاكس، زين، عندما اف الاكس يساوي لنا 5، يعني هو مطيني ليمت اكس سالب 1. جد قيمة اي هو بي. يلا عيني هسه شو نقول؟ اف الاكس يساوي لنا، راح ناخذ بي ناقص 2 اكس، ناخذ هذا الاكس مال يساوي اصغر او يساوي من 1. فنطبق على القاعدة اللي هي طبعا هاي ليميت، نطبق على القاعدة نقول هي ليميت اكس سالب 1 وبي ناقص 2 اكس يساوي لنا 5. راح نطبق على القاعدة، راح نوزع الليمت على البي وعلى 2 اكس، يعني اقول ليمت اكس سالب 1 بي ناقص ليمت 2 اكس يساوي لنا 5، وهنا اكس يساوي لنا سالب 1. هسه نقول البي ناقص هنا بي، يعني عوضنا، وهنا 2 يعني سالب 2 في 2 وفي سالب 1 يساوي 5. أقول بي سالب بالسالب موجب 2 في 1 2 يساوي لنا 5. أقول بي يساوي لنا 5 ناقص 2 بي يساوي لنا 3. طلعت قيمة بي. هسه اخذنا ام اليساوي، هسه ايش راح اخذ؟ راح اخذ اكس زائد اكس تربيع زائد اي واكس اكبر من 1. اقول اكس تربيع زائد اي، يعني اقول ليميت اكس 1، يعني هسه راح نوزع اكس تربيع، نوزع نقول الليمت اكس 1 بي ناقص 2 اكس، يعني قلنا من اليسار الليمت اخذناها يساوي من اليمين، هذه سويت من اليسار ومن اليمين. هسه ايش عندي؟ راح اخذ نوزع الليمت على الاكس وعلى الاي، والليمت على البي وعن 2 اكس. خل نكمل هنا.
أقول limit ال x واحد هنا x تربيع زائد a زائد a. نقول limit x واحد a يساوي لنا الدالة الثانية اللي هي limit ال b ولو اثنين x. أقول limit هي اي اقول ليميت الاكس واحد ثلاثة ناقص ليميت اثنين اكس او اكس واحد يساوينا مكان كل اكس تربيع يعني زائد اي يساوي ليميت واحد تربيع اخو رأسا نعوض نقول واحد تربيع زائد اي يساوي لنا ثلاثة ناقص اثنين في واحد. واحد تربيع واحد واحد زائد اي يساوي لنا سالب بالسالب موجب ثلاثة دقيقة سالب اثنين في اثنين اثنين في واحد اثنين ها سالب ثلاثة ثلاثة ناقص اثنين بها وحدة يعني أقول ثلاثة ناقص اثنين لا تربيع ليش ما كتبنا التربيع ثلاثة ناقص اثنين في واحد زين أقول واحد زائد أي زائد أي يساوينا واحد لأن ثلاثة ناقص اثنين واحد واحد في واحد واحد إذا أقول واحد زائد أي يساوينا واحد أي يساوي لنا صفر نقسم على واحد يطلع لنا صفر هذه اللي صفحة 15 نروح على صفحة 16 قال لي إذا كانت أن ليمت x تربيع زائد 3x ناقص 1 على x زائد 2 يساوي 2 أي زائد 3 جد قيمة أي صفحة 47 المثال 16 يقول لي إذا كانت ليميت الإكس واحد وهنا عندي x تربيع زائد 3x ناقص 1 على x زائد 2 جد قيمة a جد قيمة a يلا عيني هسه نطبق الليمت على البسط وعلى المقام يعني اقول ليمت x 1 وهنا عندي x تربيع زائد 3x ناقص 1 على x زائد 2 وليمت الاكس بواحد هسه شو اسوي يساوي لنا اثنين اي زائد ثلاثة اثنين اي زائد ثلاثة طبقت قاعدة القسمة بالغاية اللي هي المكتبة اثنين اثنين اي زائد ثلاثة يعني اثنين اي زائد ثلاثة هسه شو اسوي راح نوزع الليمات يعني نقول ليمت على الاكس وعلى 3 وعلى 1 ليمت اكس 1 اكس تربيع زائد ليمت 3 اكس وهنا اكس 1 ناقص ليمت 1 وهنا اكس 1 يساوي 2 اي زائد 3 على ليميت الاكس ااا
هسه وزعناها على من الحين نسويها ليميت الاكس هنا واحد زائد ليميت الاثنين واكس واحد. زين هسه نجي نعوض، واحد تربيعة واحد تربيعة زائد ثلاثة ناقص واحد على اليمن على ليميت اكس اللي هي واحد زائد اثنين، هنا ثلاثة يعني واحد تربيعة واحد زائد ثلاثة راحت هناك ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة يساوي لنا اثنين اي زائد ثلاثة، يعني ثلاثة على ثلاثة بها واحد، يعني شو أقولن؟ أقول واحد يساوي لنا اثنين اي زائد ثلاثة، أقول واحد ناقص اثنين، أي والله واحد ناقص نقول اثنين اي زائد ثلاثة، ما يعني راح نقول هذا شنو يساوي واحد، بس احنا وين وصلنا؟ يلا اي ثلاثة على ثلاثة اثنين اي زائد ثلاثة، ها هذا باعتبار واحد، واحد يساوي اثنين اي زائد ثلاثة وهنا واحد ناقص اثنين اثنين اي، يعني اقول اثنين اي يساوي لنا سالب اثنين وهنا نقول اي يساوي لنا واحد، هذا مثال دقيقة سالب واحد سالب وهذا سالب، هذا المثال صفحة 16 من صفحة مو صفحة 16 صفحة 47 مثال 16. هسه راح نحل مثال 17، يقول جد قيمة اكس تربيع ناقص 9 على اكس ناقص 3، جد قيمة اكس تكعيب ناقص 8 على اكس تربيع ناقص 4 عندما يكون الليمت اكس هي اكس بثلاثة. يلا يوم هنا شو اسوي؟ مطيني اكس تكعيب ناقص ثمانية على اكس تربيع ناقص اربعة، طبعا انا رأسا حليت مثال 18، راح لازم احل مثال 17 هاي خليها هنا، نجيب لنا بس ورقة واحدة عندي، نقول مثال 17 ليميت اكس لثلاثة اكس تربيع ناقص 9 على اكس ناقص 3، يقول لي جد قيمة عندما ليمت، هسه راح نعوض بالثلاثة، يعني مكان كل اكس تربيع نخلي 9، 3 تربيع 9 ناقص 9 على 3 ناقص 3، يعني يساوي لنا 9 ناقص 9 0 على 0 يساوي لنا 0. زين هسه ايش اسوي؟ اقول الليمت اكس 3 اكس تربيع ناقص 9 على اكس ناقص 3، ليمت الاكس الثلاثة هذا نفكه بطريقة الفرق بين المربعين اكس بأكس ناقص بناقص ثلاثة بثلاثة سالب ناقص زائد وهنا أكس ناقص ثلاثة، هاي وهاي راحت، بقت عندي أكس
بغيت عندي اكس مكان كل اكس يخلي يعني اشتغل نقول واحد تربيعة اي بقتله بس اكس زائد ثلاثة يعني نقول اكس زائد ثلاثة يساوي لنا ثلاثة في ثلاثة زائد ستة اكس زائد ثلاثة نقول مكان كل اكس اخلي ثلاثة زائد ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة اي هاي يساوي لنا ستة. هسه المثال الثمنتعش والاخير خلينا هنا ما يسوى مثال ثمنتعش مطيني ليمت هنا الاكس اثنين واكس تكعيب ناقص ثمانية على اكس تربيع ناقص اربعة يلا عيني يقول جد قيمة الفوق عندي شنو الفرق بين مكعبين قوس صغير وقوس كبير اكس ناقص الثمانية جاية من اثنين اكس ناقص اثنين وهنا اكس تربيع زائد اثنين اكس ناقص اربعة زائد أربعة لأن هذا دائما يساوي على الفرق بين مربعين فوق مكعبين والجوا مربعين x ناقص اثنين و x زائد اثنين زين يساوي لنا هذه مجرد بس حللت هسه راح أوزع الليمت على البسط وعلى المقام أقول ليمت x الاثنين هنا عندنا طبعا هذا وهذا راح بقت عندي x تربيع زائد 2x زائد 4 على x زائد 3 زين هسه عندي هنا شنو 2 هاي 2 بقت عندي x زائد 2 نجي نطبقها مكان كل x اخلي 2 تربيع زائد 2 زائد 2 2 لو 4 هاي تربيع زائد 2 زائد 4 هذه على يمن على 2 زائد 2 يساوي 2 في 2 4 زائد 2 في 4 2 زائد 4 بها 6 على 2 زائد 2 4 دقيقة 4 زائد 6 دقيقة هنا 2 نسيت ال 2 اللي هنا 2 في 2 بحيث تربيع 4 2 في 2 4 4 زائد 4 لحظة 2 زائد 2 4 دقيقة الأربعة طارت هاي بقت هنا 2 تربيع زائد 2 أس 2 إذن 2 تربيعها 2 2 في 2 16 زائد 4 على X زائد 2 2 يعني زائد 2 أنا هسه نقول 2 في 2 4 2 في 2 4 زائد 4 8 يعني على 2 2 زائد 2 4 هسه 4 زائد 8 12 على 4 يطلع لنا 3 وانتهت الأمثلة سويت 3 محاضرات إن شاء الله راح ناخذ وياكم باقي المحاضرات وبالتوفيق.